مجموعة نادي الأهلي بقت مجموعة معقدة. الهلال كسب النجم الساحلي كله تساوى في النقاط. الماتش الجاي الهلال مع النجم الساحلي في السودان. يعني مش هيكسب النجم. الموضوع صعب. فأنت مطالب إن أنت تروح تكسب عشان تبقى أول مجموعة. لأن أول مجموعة هتفرق. هتلاعب أربعة من التواني. بدل ما تبقى تاني وتصطدم من أربعة من الأوائل. والكلام ده برضو لو نادي الزمالك عنده رحلة زي دي هنتكلم. لكن إن كل ساعات الطيران دي الموضوع صعب جدا على اللعيبه. محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي قال ان مباراه بلاتينيوم مباراه مش هتكون سهله، بالعكس المباراه هتكون صعبه لانها مع بطل زيمبابوي وعلى ارضه وسط جماهيره، واكد ان الاهلي مركز جدا ورايح يلعب للفوز ان شاء الله هناك عشان يحافظ على فرص صدارته للمجموعه قبل مواجهه النجم الساحلي في القاهره، لان المواجهه اللي بعد بلاتينيوم مواجهه النجم الساحلي. فايلر